صيف طويل جدا، صيف يعني حرارة شديدة جدا من بدري ولسه مكمل معانا. يا ترى الموضوع لسه مطول ولا خلاص قربنا ندخل على درجات الحرارة المعقولة المتوسطة تمهيدا لشهر الشتاء، ولا يعني لفصل الشتاء، ولا لسه شوية على درجات الحرارة انها تتظبط؟ كل ده هنعرفه من ضيفتنا الكريمة هاتفيا، دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. برحب بحضرتك يا دكتور منار. أهلا بك أستاذ أحمد، وأهلا بكل متابعي اليوم التابع. دكتور، يعني لسه درجات الحرارة برضو ما ظبطتش، الصبح معقولة، الظهر لا لسه درجات الحرارة شديدة. كلمينا الأول كده دكتور عن درجات الحرارة النهاردة وبكرة، الأيام اللي احنا فيها دي شكلها ايه والجو أخباره ايه؟ هو طبعا يمكن احنا بالفعل عانينا بشكل كبير في فصل الصيف بارتفاعات الكبيره في درجات الحراره او ارتفاعات نسب الرطوبه، لكن كلنا حسينا ان من الاسبوع ده بدات يحصل تحسن حتى لو طفيف في قيم درجات الحراره او حتى نسب الرطوبه، وتحديدا امس واليوم وجود المنخفض الجوي اللي موجود في طبقات الجو العليا بيعمل على وجود بعض السحب المنخفضه والمتوسطه اللي بتساعد بعض الشيء على حجب جزء من اشعه الشمس وقيم درجات حراره اقل من اللي كنا بنسجلها في الأسابيع الماضية. احنا اليوم متوقع عظمى على القاهرة الكبرى هتكون 33 درجة مئوية. مصادر الكتل الهوائية كمان بدأت تختلف، احنا كنا على مدار فصل الصيف بنسمع تأثير منخفض الهند الموسمي اللي مؤثر بالظبط. علينا واللي كان سبب في ارتفاع نسب الرطوبة، بدأ تأثيره يقل بشكل كبير، بدأ يأثر علينا كتل هوائية معظمها قادم من جنوب غرب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط يعني مع امتداد مرتفع العروض الوسطى، فبالتالي بدأنا نشعر ان قيم درجات الحراره بدات تنخفض، لكن نسب الرطوبه حتى لو فيها انخفاض طفيف لسه موجوده في الجو، ودي اللي ممكن تخلينا نحس ان قيم درجات الحراره اعلى من ال 33 لو تكون 35 درجه مئويه، لكن على كل حال هي افضل حاله من الاسابيع والاشهر الماضيه اللي عانينا فيها من ارتفاع أكيد قيم درجات الحراره. أكيد اجواء فتره النهار هتظل اجواء حاره رطبه في الاماكن الشماليه اللي هي السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، هتكون طبعا شديدة الحرارة في المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، لكن أيضا المحافظات الجنوبية فيها انخفاض في قيم درجات الحرارة. احنا عظمى على بعض المناطق من الأقصر وأسوان بتكون 39 و40 درجة مئوية بعد ما كنا بنسجل قيم درجات حرارة 44 و45 درجة مئوية، فحتى كمان المناطق الجنوبية بدأ يشمل فيها انخفاض قيم درجات الحرارة، ده كمان فترات النهار، فترات الليل مع الغياب التام لأشعة الشمس أكيد بيكون في انخفاض قيم درجات الحرارة، لكن طبعا عظمة الرطوبة كلنا عارفين هي بتبقى فترة الليل، ففترات الليل لسه أجواءها ما بين المعتدلة للمائلة للحرارة الرطبة في معظم المحافظات، لكن أيضا بيكون في نشاط لرياح متوقع في معظم محافظات الجمهورية، سرعات الرياح ما بين 30 إلى 40 كيلومتر على الساعة، ده هيساعد بشكل كبير في فترة المساء، بعد كده فترة العصر ودخلنا في فترات المغرب وفترة الليل على إحساسنا بنسب رطوبة أقل بإذن الله، لأن بإذن نشاط الله. الرياح هيكون موجود هيحسسنا ده، خاصة لو أنا موجود في أماكن مفتوحة أماكن مكشوفة بشكل كبير هحس بالتحسن مع وجود نشاط للرياح على يعني على مدار الفترات المساء وساعات جميل الليل في معظم المحافظات. فرص الأمطار كمان بدأت تظهر معانا، يعني كان احنا اليوم معانا فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض الأماكن من السواحل الشمالية اللي هي المحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، هي طبعا فرص أمطار خفيفة بتكون على فترات متقطعة من اليوم ومنطقة دون الأخرى، لكن دي تعتبر ظاهرة من ضمن ظواهر اقتراب فصل الخريف اللي هو وجود السحب المنخفضة والمتوسطة واللي ممكن يصاحبها سقوط أمطار خفيفة. ممتاز. احنا مقبلين على ايه الفترة الجاية يا دكتور؟ ايه لسه تحسن، ولا زي ما احنا الفترة اللي جاية ثبات في نفس حالة الطقس اللي احنا عايشينها دلوقتي؟ ايه اللي جاي الفترة الجاية؟ إيه طب خلينا نقول الأول إن إحنا خلاص بيفصلنا على انتهاء فصل الصيف حوالي أسبوعين، يعني أسبوعين وينتهي فصل الصيف ونستقبل رسميا البداية الرسمية لفصل الخريف. الخريف معروف إن هو يعتبر ربيع جمهورية مصر العربية لأن قيم درجات الحرارة فيه في مجملها ما بتكونش مرتفعة بالشكل الكبير ولا حتى منخفضة بالشكل الكبير، رغم إن إحنا عندنا النص الأول من الخريف لأن هو فصل انتقالي بياخد بعض سمات فصل الصيف، النص الثاني ياخد بعض سمات فصل الشتاء، لكن مش هنمر بموجات شديدة الحرارة زي اللي كنا بنمر بيها خلال الأسابيع أو الأشهر الماضية، فبالتالي السائد خلال الفترة اللي جاية إن قيم درجات الحرارة يحصل فيها تحسن بشكل كبير، يعني يحصل فيها انخفاض
تبدا تقل وتوصل ل 32 او 31، وده طبعا هنحسه اكتر كمان مع النص الثاني من شهر 9 واقتراب يعني اقتراب فصل الخريف بشكل كبير. ممتاز. فبالتالي الفتره اللي جايه هنحس فيها ان نسب الرطوبه بدات تقل، قيم درجات الحراره بدات تنخفض، فرص الامطار اللي هتبدا تظهر بشكل متكرر على بعض الاماكن الساحليه او حتى الاماكن الشماليه، حتى بقى نبدا فصل الخريف نلاقي فرق قيم درجات الحراره بين النهار والليل بدا يزيد، نبدا نشوف بروده في النص الثاني كده من شهر 9 تدريجي كده حتى لو في الاماكن الشماليه او الاماكن الساحليه في فترات الليل، لان احنا هنحس فتره النهار بالدفء، فترات الليل ممكن نحس فيها ببعض البروده يا خاصه ريت. مع وجود نشاط للرياح. ده هيكون اكتر ان شاء الله في النص الثاني من 9 او مع بدايه فصل الخريف. فالحمد لله يعني نطمن كل الساده المتابعين ان الفتره اللي جايه يكون فيها تحسن، يا ريت. حتى لو كان في يوم من الايام فيها قيم درجات حراره مرتفعه او اعلى من المعدلات، مش هتوصل لنفس القيم اللي كنا بنسجلها في شهر 8، يعني مش هنوصل لقيم درجات حراره بتوصل للاربعينات، لا قيم درجات الحراره وحتى اعلى من المعدل مش هتكون مرتفعه بالشكل الكبير، ومش هتكون فتره طويله كمان، إن يعني مش شاء الله. هتكون فتره طويله فيها ارتفاعات. طبعا خلي بالنا من الشبوره المائيه، لان كثافات الشبوره المائيه بدات تزيد في بعض الاماكن وخاصه في الطرق الزراعيه او الطرق السريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وطبعا بتاثر بانخفاض في الرؤيه الافقيه في فتره الصباح الباكر وساعات الليل المتاخر، لكن هي مش هتاثر على حركه المرور وسرعان ما هتختفي وتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس، يعني تقريبا الساعه 7 8 صباحا تدريج الشبوره المائيه بتختفي والرؤيه الافقيه بتتحسن على اغلب الطرق على مدار الايام المقبله. حتى منتصف الاسبوع اللي جاي على الاقل مش هيكون في تغيير كبير في قيم درجات الحراره، عظمى على القاهره الكبرى ما بين 33 ل 34 درجه مئويه، واستقرار في الاحوال الجويه في معظم المحافظات. ممتاز. يعني يا دكتور كالعادة، يعني يا دكتور دايما تحليلك ورصدك ورؤيتك بنحبه ونستمتع بيه دايما في حالة الطقس. العزيزة دكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، بشكرك شكرا جزيلا ونورتينا كالعادة يا دكتور. شكرا لك يا سلام. دي كانت رصد لحالة الطقس النهاردة اليومين اللي جايين، وكمان رحنا لنص شهر 9 وهيكون شكل الطقس عامل ازاي ان شاء الله الى تحسن. يعني محبي الشتاء خلاص يعني اتبسطوا الفترة اللي جاية، إن شاء الله داخلين على تحسن في درجات الحرارة وفرص سقوط أمطار بدأت، فيعني اللي جاي إن شاء الله خير وحلو، ومفيش اللي فات، يعني مفيش أربعينات، مفيش أواخر الثلاثينات دي، خلاص انتهت. أما محبي الصيف بقى فيودعوا الصيف، يحاولوا يفرحوا بالأسبوعين اللي جايين، لأن خلاص إحنا أسبوعين ونودع فصل الصيف رسميا. وكل سنة وحضراتكم دايما طيبين وبخير. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على المتابعة، وإلى اللقاء. Thank you.